تعديل البيانات الخاصة في الموردين. إذا أدخل على الكود السابق اللي موجود عندنا بشكل افتراضي وأبدي باستبدال البيانات، مبدئيا أحتاج بالذهاب إلى الآد، أبدي أخذ هذا كوبي ثم بعد ذلك أرجع وأضع paste اللي هو الانشيالايز الخاص في الفورم إضافة مورد جديد. ثم بعد ذلك أبدي بتغيير التيبي هنا، بدل أن يكون عندك تيبي كاتيجوري فنحتاج إلى وضع لا يكون عندك تيبي سبلاير. ثم بعد ذلك أبدي باستقبال البيانات من التيبي أوكي جدول الخاص في الموردين. إذن راح نبدي نختار هذا الجدول ونفس الكود السابق اللي هو ID is equal to ID، ثم بعد ذلك راح يبدي يستقبل لك الID اللي هو في الأساس ماخذه من الـ get fox of raw self value. الآن أبدي ب هذا العدنا الإديت نيم، طبعا راح يبدي يستقبل لك إياه هو نفسيته باعتبار إنه إحنا ما قمنا بأي تغيير. ثم بعد ذلك أبدي بتغيير هذا، بدل إنه يستقبل category name راح يبدي يستقبل لك ال name هنا. أوكي تمام، أبدي بتكراره مرتين باعتبار إنه عندنا حقلين. الحقل الثاني طبعا اللي موجود عندنا اللي هو ال edit text phone number. أوكي وهنا راح يبدي يستقبل لك الفون نمبر. اوكي هنا راح تكون عندك فون، ثم هنا راح يبدي يستقبل لك الايميل، وهنا ايضا بالمقابل راح يكون عندنا ايميل. تمام، الان هذا ايضا نحتاج الى عملية تغييره من يعني الميثود هنا راح يبدي يستقبل لك ايضا السبلاير، ولكن يبدي يستقبل لك اكيد الايمج الخاصة في السبلايرز، فابدي باختيار الايمج. ثم ذلك ابدي باعطاء البيكتشر بوكس اوكي، واعمل لها كونفرت من الميثود اللي انا حددتها، وابدي بتغيير البي تي ان الى تعديل. هذا كل اللي تحتاجه هنا يعني في الفورم اللي يعرض لك البيانات. اتجه هنا على الديزاين الى الاد اد، ثم بعد ذلك ابدي باخذ نفس البيانات السابقه اللي موجوده عند هنا، ابدي اخذها كوبي اوكي ثم اضعها بيست اوكي بدون اي تغيير حاليا. ثم بعد ذلك ابدي ادخل عليها، يعني هذا عندنا نفس الكود السابق ما في عندنا اختلاف، لكن ابدي بتغيير هذا الكود، يعني بدل انه راح يكون عندنا راح يبدي يعمل entry بالنسبة الى الجدول اللي انا محدده اللي هو tb supplier. ثم بعد ذلك راح يبدي ياخذ لك الستيت الخاصة فيه، واكيد هذه الستيت راح تبدي تستقبل لك system.data.entity entity state.modify اوكي اجراء عملية تعديل على البيانات. ثم بعد ذلك احفظ قاعدة البيانات، راح ابدأ اقول له انه بدل عملية اضافة مورد جديد، فاكيد راح يبدي يستقبل لك عملية تعديل مورد جديد او عملية تعديل مورد، تم تعديل مورد. اذا هذا كل شيء تحتاجه في عملية التعديل حاليا.